غير يفتح خط. الو اردوغان، شلونك؟ يا ويل شخبارك؟ ولك هو انا تغيرت، هاي ملعون، ولك هو انت اللي تغيرت، وانت الفلوس طيحت حظك وغيرتك، من صارت عندك فلوس مع الاسف تغيرت. والله مع الاسف عليك، والله انا ما انا مو بحالك، انا مو بحالك، خل اقول لك شغله، انا مو بحالك، اصدقائي هواي ترى، ومو بحالك، وما توقف الدنيا عليك، اي عادي يعني، بس عيب عليك تتغير على جماعتك ورا ما صار عندك فلوس. المهم ما مخابرك على هذا الموضوع، اقول لك بس اسمعني، اسمعني انت، ما تستحي؟ شنو صار علينا المي هذا سد اليشا هذا على الدجله، ما ادري شو اسمه، شنو هذا السدود؟ ما تستحي انت؟ ايش بيك؟ هو مي سد علينا مي، ايش طالب من عندك؟ لا طالب منك عصير، ما يسد علينا صدق، كذب تحش انت بابا، فتحه علينا فتحه مي، شنو نسوي بيه بابا؟ هاي المزارع والفواكه والفلاحين والبساتين، يا بس كله انتهت يابسه هسه، يعني شلون بالله العظيم هسه ايش راح نزرع؟ بس تعال فهمني، نجيب اشجار على الشحن لو نزرع النخل على الطاقه الشمسيه؟ زقردم بردم قردم زقردم، ايه يعني الزرع مات. والله انت مع الاسف يقول لك شوف تضحك، انت طبعا تضحك واحنا منتهين وميتين عطش، يضحك الله كريم بابا هسه انت، بس خلي اقول لك شغله، انت تدري ساون دامشي، ساون دامشي داحش وياك دامشي ببغداد دامشي هسه حاليا، انا جو جسر السنك، ماكو مي بدجله، فارغ يابس، القاع مفطره، راح اخينا فازلين مفطر القاع يابسه، بس باع هاك هاك، شوف هاي قدامي، هاي النسوان دي يسوون لك ليش جوا بالمي، ماكو مي باليابسه، دي يسوون جو جسر، ها قدامي جو جسر جاد ريد، ولا قد يلعبون طوبه، ها طالعين سفره، ماكو انتهت. اي اقول لك كارثه، السمك هسه غير السمك، السمك يفتر بشوارع بغداد ويا المواطنين، كل مواطن تم صادق لاربع خمس سمكات، حياه جميله. الاخطبوط اليوم كان يتغدى يمي، خطيه يسلم عليك ويقول له وصل لي سلام، وقول له خلي شوي يدير باله علينا، ترى احنا والله اخوان احنا ترى. اي خطيه تبهذل، اخوه توفى خطيه، وسوينا له فاتحه، والناب هذا الاخطبوط تبهذل الفاتحه، هو بالفاتحه، ويجون الناس يسلمون عليه، الواحد يسلم عليه ثلاث ايام يظل يسلم عليه، ليش؟ لان هو ما يدري ياها اليمنى مالته، بس يسلم بكل الدين مالته، ما ادري اليمنى يا اخي، خطيه تبهذل والله. وداعتك زقردم برد قردم قردم، اي وداعتي. ها اقول له السمك لازم سرع على ابو الشوايه على المسقوف، انت تقول له اسقفني اشرح لي واسقفني، شو اسوي بهاي الحياه انا على ابو هيك عيشه؟ حقا انت طلع اخذت المي مالتهم، انت ايش بقيت عليهم؟ ايه وباب ما تسكت، شنو ما عندكم مي؟ لعب هذا البحر ايتشا وبحر قزوين ونور الزين، وهاي هاي البحار ايش بيها مي؟ لو زبيب، شنو ما عندكم مي؟ ما نسبح وداعتك، ما نسبح، ادري انت الغايه وداعتك ما نسبح، احنا اصلا احنا الشباب من كان البحر المتوسط يمر من خلال العراق، احنا ما كنا نسبح، لا تخاف على هاي، بس احنا من المبردات نحط لها مي شلون؟ بس تعال فهمني، شو نحط لها مي غريب؟ هي غير المي حتى يشغلها، ايش بيك؟ شوف دا اقول لك شغله، شوف دا اقول لك، مو تهديد، ما هدد، لا مو اسمعني، مو تهديد هذا، بس وداعتك وروح لميش، والله وداعتك اذا ما فخرت هذا سد اليسه وفتحت لنا مي على دجله، وداعتك هسه ادز العراقيين كنا نجيك على الصفحه مالتك مال الفيس نفوت، ونروح على منشوراتك اللي نزلهم ب 2009 تتذكر، من كنت مدرس رياضه بثانويه السرور البنين، ايه نروح نعلق عليهم، هاي الصوره من كنت لابس دريس مال تشيلسي، لابسه ويا الكابوي وكاتب لي فوق لعبت بيا طاب ايام فرقاتش هاشتاج ملاك الشلبة، اي نصعدهن عبالك ما ندري.